مساعيها المتواصلة للحفاظ على الأمن والقانون، تعمل هيئة التدريب العسكري على تنظيم دورات مختلفة لمنتسبي الأجهزة الأمنية لا سيما الضباط لرفع كفاءتهم. واليوم تحتفل الهيئة بتخريج 207 ضباط من 4 دورات في معهد التدريب المركزي في محافظة أريحة، وذلك بالتعاون مع فريق التعاون الدولي للتدريب وتطوير المؤسسة الأمنية. دور وزارة الداخلية واضح منذ بداية تأسيس المؤسسة الأمنية الفلسطينية، وقد قطعت شوطا كبيرا بحيث من خلال تعليمات فخامة الرئيس الأخ أبو مازن القائد الأعلى ودولة رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رام الحمد الله برفع قدرات ومهارات منتسبي المؤسسة الأمنية ليقدموا أفضل الخدمات توفير الأمن والأمان لأبناء شعبنا. الدورات شملت العمليات المتوسطة والعمليات التأسيسية والقيادة الإبداعية ضمن البرنامج التركي والعمليات الخاصة ضمن البرنامج الإيطالي، بهدف تزويد المشاركين بمهارات القيادة على المستوى العملياتي المتوسط بإنفاذ القانون في مستوى التخطيط والتنفيذ. هذه الدورات لها ثلاث مستويات: التدريب التأسيسي بيستهدف ملازم أول، المتوسط